السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله اليوم أخدم معكم هذه الغريبة الرائعة بدون دقيق، كتجي خطيرة في المذاق وفي الشكل كما كتشوفوا. وبلا ما نطول عليكم إن شاء الله ندوزو تفرجوا معايا في الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا الطريقة والمقادير كيفاش درت لها. ودابا غنوريكم واحد الوحيدة كيفاش دايرة من الداخل. ها الغريبة ديالنا كيفاش كتجي. كتجي رطبة فعلا الكا، شفتوا؟ شوفوا شوفوا شفتوا، كتجي خطيرة ها مالكة غزالة. والمذاق يا سلام يا سلام. دوزو معايا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركة الله بالمقادير. ان شاء الله نتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتجربوها للعيد ديالكم. عندنا هاد الحليوة بلا طحين، غتشوفوا المقادير اللي فيها ان شاء الله غتعجبكم مزيان. كتجي غزالة ما نقولش لكم، كتحمر لكم الوجه. عندي هنا اللوز اللي كنكون ماسحه، عندي 150 غرام، ما مسلوق ما محمر ما والو، خضر. عندي هنايا نفس الكميه ديال الشجلان، 150 غرام حتى هي، ما محمر ما والو، مغسول ومنقي كما يجب. عندي سكر كلاص او سكر ثقيل 125 غرام. عندي بودرة الكاكاو او الشوكولاتة بودرة المر، معلقة كبيرة، مع واحد القريصة ديال الملح انا درتها هنا باش تبان لكم، مع الكحل مع البيض غادي يبان لكم. هنا عندي واحد البيضة تكون مخرجينة بكري من الثلاجة. هنا عندي واحد الخمارة الحلوة انا فرغتها هنا، وعندي معلقة كبيرة ديال الزهر. غادي ندوز دابا نطحن هاد اللوز والجنجلان ونتلقى بكم باش نكملوا المقادير ان شاء الله بلا ما نصدعكم. الطحانه غادي طحنوه بودره بحال هكذا، شفتوا؟ ما تخليش شويه طروفه يكون بحال هكا. انا دابا خويته غنشوف الا كان فيه شي طروفه غنرجعو نعاود نكملوا الطحين. شفتوا هكا بودره. دوز دابا طحن الجنجلان حتى هو نفس الطريقه، الجنجلان حتى هو. خلينا دابا نعاود نطحنو باقي شويه، شفتو باقي فيه شي حبيبات، نعاود نطحنو مازال نيلو. دابا طحنت الجنجلان هو كيف شفتو، طحنت اللوز ها هو. غادي نغرب بودرة الكاكاو مع الملحة، حضروش يكون في داك الكويرات، نور الكمارة حتى هي، والسكر كلاص كلشي نغربلو مزيان. شفتو الكويرات؟ الا ما غربلوش غادي نحلكم. السكر كلاص حتى هو، واللي جربتها وعجبتها ما تنساليش من لايك ورحمة الوالدين باش تشجعوني نعطيكم حليوات غزالين ما كيدوروش في اليوتيوب، واكلات حتى هي كذلك. كاين شي حوايج من الابتكار الخاص. المهم كنخلطوا المقادير كلها هنا، اللوز المطحون الخضر بقشورو والجنجلان اللي تاهو طحناه ما محمر ما والو خضر، والكاكاو الخمارة حتى هي غربلناها، السكر كلاص او السكر الثقيل، كلشي تنخلطوه جيدا بحال هكا ولا تخلطوا بيديكم. من بعد عاد كنضيفوا البيضه ديالنا، تقدر تطربها اون اومليت عاد تضيفوها، ونديروا لك معلقه ديال الزهر، معلقه تاع الزهر ولا خصنا مازال الزهر كنزيدو، ولا خصنا البيض كنزيدو ماشي مشكل، حيت هي كتجمع بالبيض. انا دابا بديت بوحده غريبة ساهلة توجديها ف غادي دغيا دغيا تحطيها، يكون عندك الموجود في الدار. هانتي تبارك الله عفوا، كتجي معلكة وزوينة، مكتبغيش طياب بزاف خرعان. غادي نحاول نزيد شويه الزهر، غنمشي نجيب القرعه
شويه ماشي بزاف، هي راه انت راه معلكه في يديا. دابا باش نقطع لكم فيديو باش تشوفوا كلشي بالديتاي. محضر شي شيخ فيكم اللي ما عندوش الزهر يدير داك الكيس ديال الزهر اللي كيتباع جاهز. كيبان لي بركه، ها هي صافي معلكه بخير على خير بلا ما نزيد حتى شي اضافات اخرى. غادي نخلطها ونغسل يديا، غادي نمشي عند الفران ضروري فماش بداو اي حلواش على الفران باش يسخن ليكم. عاد بداو كتخدموا، انا بديت كنتكاسل معكم حيت ما كنشوفش المشاهده، ما كنشوف التشجيعات، حتى انا بديت كنعجز شويه، ما كتشجعوش القناه، عجزت بزاف ما بقيتش كنقول لاش غنصور، كنصور شي كندير شي حاجه كناكلها وما كنصورهاش. المهم عليناش، غنمسح نكرت يديا ونجيب الطاوه ديالي والشيك كلاص. ها هو غربلتو، ها واحد هي ديجا مغربل، ضروري تغربلوه وشويه الزهر باش تدهنوا يديكم، ونتلاقى بكم من بعد. كنوجدوا لا ميزون بلاس كلشي، الحليوه ديالنا خلطنا، الشيك كلاص اللي غربلنا، شويه حتى الزهر، الطاوه مفروشه بورق الزبده، ويدياتنا يكونوا نقيين ونبداو نكورو. كوالات كدير تعبروا من الاحسن باش يكون بلاطو مقاد، 20 غرام 24 حسب نتوما واش بغيتوها صغيره كبيره اللي بغيتو، المهم القياس اللي بغيتو كديرو. انا غادي نعين عندي ميزاني، غادي نغوي صغار ماشي كبار بزاف. شوف عرفت فهنا كيجيو معلكين، ندير على يدي في الزهر باش يشد السكر مزيان، كيجيو معلكين غزالين. نتوما بغيتو دوبلو المقادير باش تجيكم كميه كبيره ديروها، لكتو غديرو شي بلاطو نوعو، غديرو هادي ودير معاها شي حاجه اخرى، ديرو هاد الكميه راه كافيه ان شاء الله ليكم، ديرو مع الفقاس صابلي تجيكم زوينه ان شاء الله. وما تنساونيش من الدعاء ومن اللايكات ديالكم، ديما تنديرو كميه بحال هكا وكنبقاو نكورو باش كتجينا ساهله، مابقاوش واخا ميكونش عندنا العوين، شفتو ندير هكا فوق منهم كيف العاده، نوركو بحال هكا نمسحو في الطاوة ديالنا بدون تعب بدون مشاكل. فوالا غنكمل هاد المنوال هكا ونتلاقى بكم ان شاء الله. من ندخل الفران غير الفران من دخلوها يكون سخون 180 درجة 12 دقيقة باركة، مخصهاش تبقى في الفران بزاف باش متجيكمش قاصحة تقصح ليكم، تتبقى مويلو تكون خفي شيشه من الداخل تجيكم معلكه. هاد الكميه تبارك الله كتخرج لكم 32 حبه، زعما وافيه دير لكم جوج بلاطوات بحال هكا مع اشكال اخرى ماشي بوحديتها، مع اشكال اخرى دير لكم جوج بلاطوات. هانتوما كيفاش شقات كتجي روعه، شفتو كلشي قدامكم كتشوفوه، ما كاين لا تزوير لا حتى شي حاجه. المغربة ديال هي ملي خرجت من الفران كيفاش كتجي، كتجي خطيرة هانتوما على عينيكم بدون زيادة أو نقصان. المهم متحلوش من لاطا حتى تبرد كومبليتمون باش متفرتدش ليكم أو تخسر ليكم، حتى كتبرد عاد كنزولوها من لاطا. ونتمنى دعموا القناة شوية باللايكات باش قد ما كانت اللايكات قد ما كيشوفوها الناس قد ما كيطلع الفيديو، وتعليق زوينه دي في حقي، وما تنساونيش من رحم الوالدين والدعاء لي بصحيحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده والى الملتقى.